السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر من لعبة بوكيمون سورد اصدقاء، ونستكمل المرحلة السابقة. والان نحن الاصدقاء في مرحلة الوسام السابع. ها هو النادي الرياضي الخاص بالوسام السابع اصدقائي. حسنا، سنقاتل احد افراد العصابة اصدقائي. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول على القناة أصدقائي، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات. حسنا، فلتبدأ المعركة أصدقائي مع الفريق الأول. أختار أصدقائي هجوم الضربات المتتالية، يهجم هجوم التيك داون. هو يهجم أصدقاء الضربات المتتابعة، أقضى عليه بضربة واحدة. فلنرى ماذا يوجد لديه أيضا من البكمنات. اكتسب نقاط خبرة أصدقائي. ليس لديه بوكيمون آخر، فقط هذا البوكيمون. حسنا، يذهب أفراد العصابة. لا نستطيع ركوب البسكليت هنا أصدقائي في هذا المكان. نستمر في التقدم. يوجد مستر مايم هنا، ماذا يفعل؟ حسنا، هم بأفراد العصابة مرة أخرى. حسنا، الفتاة الآن تخرج سيفو، ثعلب الماكر الخاص بها أصدقائي. نخرج الأخطبوط أيضا. نختار فايت، نختار هجوم أيضا مرة أخرى. ضربات المتتابعة، تستخدم الخدش الليلي، يعني لا تؤثر كثيرا علينا أصدقائي. ها هي الضربات المتتابعة من الأخطبوط، لكن لم يقضي عليها. نهجم مرة أخرى، تستخدم أيضا الخدش الليلي، لكنها غير مؤثرة كثيرا. نهجم الضربات المتتابعة أصدقائي. تم القضاء على سيفو الثعلب الماكر اللص. ننتصر في هذه المعركة أصدقائي ونكتسب بعض نقاط الخبرة. فرنجي يصبح مساوي 45. نكتسب بعض المال، 3360 من المال. حسنا، نستمر في التقدم. مستر مايم يقول باري 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 باري، اللي هو الجدار أو شيء ما كذلك. حسنا، نتقدم الآن. ينزل لنا أحد أفراد العصابة أيضا، فردين من العصابة أجداد. حسنا، فلنرى، تبدأ المعركة معهم أيضا أصدقائي. يخرج سكرافتي. حسنا، نختار فايت، اختار فايت مرة أخرى. هجوم الضربات المتتابعة مرة أخرى أصدقائي، لكن مؤثر، رغم أنه مؤثر خارق ولكن لم ينتصر عليه. حسنا، اختار بوكيمون أصدقائي، نرى من تأثيره قوي عليه. نختار سندريس الأرنب الناري أصدقائي. استخدم الوجه المرعب أصدقائي، يضعف لدينا السرعة. حسنا، نختار فايت مرة أخرى، نختار دبل كيك أصدقائي، الركلة المزدوجة تأثيرها سوبر افكتيف ولكن غير كافي للقضاء عليه. استخدم مرة أخرى الوجه المرعب. حسنا، نختار الركلة المزدوجة مرة أخرى. هاي الركلة الأولى وتقضي عليها أصدقائي سكرافتي. ننتصر على البوكيمون هذا، على أحد أفراد العصابة أصدقائي. نكتسب بعض نقاط الخبرة.
نحصل على بعض المال أيضا، 3360 من المال. لقد انتصرنا على هذول الأفراد العصابة أصدقائي. حسنا، بما أننا انتصرنا عليهم نختار حفظ الآن. نرى حفظ العملية، تم حفظ العملية بنجاح. ننظر إلى الكرة هذه، ماكس ريفايف أصدقائي. ما زلنا نتقدم أيضا للأمام. باري باري هنا أيضا مرة أخرى. يقول لك في جدار خفي غير ما ظاهر. ها هم أصدقائي يظهروا لنا، عصابة الرداء هذول الغريبين مرة أخرى. فلنحارب الفتاة الآن. فريق الذين يصرخون المزعجين ويفل. تخرج ويفل أول بوكيمون لها أصدقائي. سنختار بوكيمون. سنختار فايت أصدقائي. نجرب السوبر باور. تستخدم المخالب وتقوي من هجومها أصدقائي. نستخدم القوة الخارقة. القوة الخارقة بضربة واحدة تقضي على ويفل وننتصر في هذه المعركة أصدقائي. نكتسب بعض نقاط الخبرة أيضا. حسنا، بما أننا هزمناهم نتقدم الآن. ها هو باري باري يهرب الآن. استمر في التقدم أصدقائي. حسنا، بما أننا وصلنا للنهاية تقريبا، ندخل إلى الداخل هنا. برضو يوجد أحد أفراد العصابة أصدقائي هنا. يوجد شخص آخر أيضا من العصابة يلحق بنا. إنهم فردين هذه المرة أصدقائي. سنحارب بوكيمونين ضد بوكيمونين. حسنا، فلنرى من الأقوى. نختار فايت. نختار هجوم الضربات المتتابعة على اللايبرت تأثير خارق. نختار ليف ترنيدو. نختار الدربي هون. حسنا، نرى الآن. استخدم هجوم الخدش. استخدم النابل سام. تم تصميم الأخطبوط الخاص بنا أصدقائي. تستخدم عاصفة الأوراق الحادة لكنها غير مؤثرة كثيرا. يهجم الأخطبوط هجمات متتابعة قوية أصدقائي. يخدع القطة بضربة واحدة. نكتسب بعض نقاط الخبرة ويبقى البوكيمون العقرب أصدقائي. هل نرى ما نستطيع فعله؟ نختار السوبر باور. نجم عليه السوبر باور. نختار فايت. Not very effective. الهايبر فويس. نختار هايبر فويس أصدقائي. نستخدم عليها أيضا النابل سام. تتسمم أيضا. نستخدم الهايبر فويس. تأثيره ليس قويا ولكن ليس ضعيفا. نختار السوبر باور. القوة الخارقة تقضي عليه بضربة واحدة فقط أصدقائي. وهكذا ننتصر على أفراد العصابة. نكتسب بعض نقاط الخبرة. السلحفاة العملاق المائية تتعلم هجوم جديد أصدقائي. ريكويديشن. الهجوم المائي. قوته 85 أصدقائي. حسنا. ماذا روك هذا مبنية. أنا جو لوك أيضا نريده. وهجوم الدوامة أعتقد أن نحتاجه أيضا. هجوم النطح غير مهم. حسنا، أختار نعلمه الهجوم الليكويديشن أصدقائي، الهجوم المائي. هكذا ننتصر على أفراد العصابة ونتقدم الآن أصدقائي. نحصل على بعض المال منهم أيضا. حسنا، ها هم يهربون مع صرخاتهم. حسنا، نتقدم الآن. نختار حقيبة أصدقائي. نختار ماذا؟ الأنتيدوت. لدينا الكثير من الأنتيدوت.
مضاد السم، نختار مضاد السم، نختار أيضا ماذا، سوبر بوشن أعتقد، نختار سوبر بوشن، نعطيه قليلا من السوبر بوشن، ونعطي إرديجوز أيضا سوبر بوشن. حسنا، سندريس أيضا نختار حفظ العملية أصدقائي. هل نتقدم؟ ها هي مارني تقول أو جيمز ماستر أنا آسفة جدا، من سبايك موستر أخبروني أنه المدينة مغلقة من أجلي، أغلق المدينة من أجلي. حسنا، نتقدم، ما زلنا نتقدم في هذه المدينة الغريبة أصدقاء سبايك موس. حسنا، فلنواجه الآن جيم ليدر أصدقائي، قائد النادي الرياضي. ها هو أصدقائي، أعتقد ها هو هذا، ها هو يغني الآن. الجميع يهلل أصدقائي بصوت عالي ومرتفع جدا، ويطبل ويزقف، ولاعبنا ينتظر ويقول لنا أخيرا أنت هنا الآن لكي تتحداني. حسنا، فلتبدأ المعركة مع قائد النادي الرياضي أصدقائي. ها هم الجميع قد خرجوا للخارج، نحن الآن في وسط الحلبة. فلتبدأ المعركة أصدقائي مع قائد الجيم النادي الرياضي نوع الدارك في الظلام يا أصدقائي. بيرس، حسنا بيرس، ولديه 4 بوكيمونات. أول بوكيمون يخرجه سكرافتي، حاجة لن نخرج الأخطبوط الخاص بنا أصدقائي. فلتبدأ المعركة أصدقائي، نختار هجوم الآن، نضيف هجومنا من البداية، نهجم الهجوم بضربات متتابعة. لا نستطيع الهجوم، نهجم مرة أخرى، نستخدم كسر القرميد بريك برايك. رغم أنها تأثيرها خارق ولكن ما زال صامدا. نهجم هجوم السوبر باور أصدقائي، هجوم الخارق برايك بريك. حسنا، فلنرى سيصمد أمام السوبر باور، لم يصمد أمام السوبر باور بالتأكيد. حسنا، سكرافتي يفقد وعيه أصدقائي، فلنرى نكتسب بعض نقاط الخبرة. فلنرى من سيخرج، مالمر. حسنا، فلنجرب نخرج سندريس الأرنب الناري. هو الأرنب الناري جاهز الآن للقتال ضد مالمر. أوه مالمر، إنه بوكيمون دارك يا أصدقائي، بوكيمون ظلامي. حسنا، نختار فايت، نختار البايرو بول، كرة بايرو النارية. تجنب الهجوم، لم تأثر فيه على ما أعتقد، ولا هجمت بايرو بول مرة أخرى في البداية، تجنبها الآن. تنطلق كرة البايرو وكادت أن تقضي عليه بضربة واحدة، يستخدم هجوم الرد الهجوم. أوه تأثيره قوي جدا، أصدقائي نهجم مرة أخرى بايرو بول، كرة نارية، كرة بايرو النارية. وهو يطلقها الأرنب الناري وتقضي على مالمار. حسنا، نجحنا بالقضاء على البوكيمون الثاني من أصل 4. سندريس يتطور أيضا. حسنا، فلنرى من هو أبستوغان. حسنا، أبستوغان الآن أو أبستوغون. حسنا، نختار فايت، نختار بايرو بول أيضا مرة أخرى، تجنب الهجوم للأسف، أتمنى لا يقضي علينا بهذا الهجوم الآن. استخدم سروتشوب. أوه لا
لكمة الحلق أصدقائي يقضي علينا بضربة واحدة. مثلا نخرج الأخطبوط المائي أصدقائي. عذرا نهجم الآن. اختار فايت. نختار الهجوم الضربات المتتابعة. يستخدم هجوم الحماية يحمي نفسه. يحمي نفسه من الهجوم أصدقائي. نختار هجوم الضربات المتتابعة مرة أخرى. استخدم المخالب الظلامية. كذا نقضي علينا بضربة واحدة. الآن الضربات المتتابعة أصدقائي تقضي عليه بضربة واحدة. تأثيرها خارق جدا. سوبر افكتيف. هسه نكتسب بعض نقاط الخبرة. الديجوز يصبح مستوى 46. حسنا تريد تعلم الهجوم الليف ستورم عاصفة الأوراق الحادة. هايبر فويس 90 جراس. حسنا هذه 65 95. روزر ليف 55 نتعلمها بدالها. فرنجي يصبح مستوى 46. يريد تعلم هجوم السايكيك الهجوم النفسي. هجوم النفسي 90 نعلم اياها بدال السايكو كات اصدقائي. ما تعلمها ايضا. سكوتنيك. حسنا بدل بوكيمون نختار فرنجي. فلنرى قوة البوكيمون السايكيك أصدقائي في هذه المعركة. ما هو يخرج آخر بوكيمون لدي؟ هسا بالتأكيد سيستخدم الديناماكس. حسنا نهجم هجوم السايكيك أصدقائي. فلنرى استخدم هجوم توكسيك. توكسيك السام. يقوم بتسميم فرنجي اصدقائي. ها هو فرنجي يستخدم سايكيك. It doesn't affect. اوه لا انها لا تؤثر عليها اصدقائي. حسنا فلنختار هجوم اخر. لازلينجليم. حسنا استخدم هجوم السكر بانش اللكمة الماصة. حسنا فرنجي استخدم الدازلينجليم. هو تأثيره قوي جدا أصدقائي. أكثر من نص نقص تضرر. الآن نهجم مرة أخرى. يستخدم سكر بانش مرة أخرى. يستخدم الدازلينج ليم. وتم القضاء على سكوتنيك. ونكتسب بعض نقاط الخبرة. وتمت هزيمة بيرس أصدقائي قائد النادي الرياضي للظلاميين. راح تحصل على بعض المال 7360. ونسينا نستخدم الديناماكس. أم لم يكن يوجد ديناماكس أساسا. حسنا نحصل على وسام الظلام أصدقائي دارك بادجي. ها هو الوسام السابع حصلنا عليه. باقي فقط وسام الثامن. أعتقد أنه وسام الناري أو التنين. وسام الأخير. اكتسبنا أيضا زير رسمي للدارك الظلام. كنت أشاهد معركتك أخي. إنها كانت تعلمني الكثير. حسنا مارني أخته لبايرس وتعلمت الكثير من هذه المعركة أيضا. حسنا استمر في التحدث معهما. مع مارني وبيريس. نحصل الآن على تي ام 85 سنارل. حسنا حصلنا على هجوم يتعلمه بوكيمونات جديد. أنت هناك. يوجد مشكلة على الطريق التاسع. إنها سيئة جدا. حتى البطل قد أتى إلى هناك. يجب أن أذهب أصدقائي للطريق التاسع الآن بعد ما انهزمنا قائد الرياضي في سبايك موث.
فيروس الظلامي. حصلنا على الوسام السابع، فلنرى ماذا يحصل هناك. ها هو الشامبيون ليون هنا أيضا، والبطل ليون. حسنا بكفي كلام، نذهب إلى منطقة روت 9 الطريق التاسع، يجب أن نعبر من هنا أيضا. ها هو ليون يذهب يتقدم يسبقنا، ها هو لاعبنا أيضا. فلنربك منتنا، هل بحالة جيدة أم تريد تحتاج لعلاج؟ تم علاجها جميعها. نختار حفظ اللعبة الآن أصدقائي. سنتقدم إلى الأمام، نذهب نلحق في البطل ليون. يوجد شرطي هنا، تحدثنا إليه لكن لم يفيدنا بشيء. يوجد، يجب أن نمر من هنا. نتقدم إلى الأمام من خلال الطريق التاسع النفق، لقد وصلنا روت 7. يوجد هوب هنا أيضا، نادى علينا جيمز ماستر. هذا جنون يقول لنا. حسنا فلننظر ماذا يوجد هنا، ما هي القصة، ها هي الأخبار. أترى هذا هو لي؟ إنه الأعظم بالتأكيد، أليس كذلك؟ حسنا، هوب يتحدث معنا وهوب يسبقنا الآن إلى مدينة هامرلوك. نسرع أيضا نحن وأصدقائي، يجب أن نلحق به. أو لا، بالخطأ عدنا للخلف بسرعة هائلة. يوجد بعض يوجد شيء ما هنا يلمع أصدقائي. نحصل على بوتل بي بي أب أصدقائي. حسنا نستمر في التقدم، نسرع أيضا. ها هو يوجد أحد هنا يريد قتالنا أصدقائي، فلتبدأ المعركة مع السيد اللطيف جنتلمان كيدن. حسنا يخرج دبل دو بليد أصدقائي، ذو السيفين. حسنا نخرج أيضا مع أخطبوطنا العظيم، نجرب هجوم السوبر باور أصدقائي والقوة الخارقة، ولكن تجرب الهجوم هذا مؤسف، سوبر افكتيف. حسنا فلنجرب الهجوم الضربات المتتابعة، إنها لا تؤثر أيضا في هذا البوكيمون. حسنا هذا مزعج، سأبدل بوكيموني، سأختار بوكيمون سندريس الأرنب الناري، ونرى قوة الأرنب الناري الآن. هجوم من اريال ايس، النجم الساقط. حسنا نستخدم البايرو بول اصدقائي، الكرة بايرو النارية. هو يطلقها ايضا اصدقائي، تقضي عليه بضربة واحدة، تسير خارق جدا. اكتسب بعض نقاط الخبرة، سيخرج باشيمان. حسنا فلنقضي عليه اصدقائي، نختار برضو أيضا كرة بايرو النارية، لكن تجنب هجوم هذه الهجوم أصدقائي، وهو يهجم علينا هجمة قوية. حسنا نهجم مرة أخرى بايرو بول أصدقائي، كرة بايرو النارية، وهو الأرنب الناري يطلقها مرة أخرى وتقضي عليه، لم تقضي عليه بضربة واحدة فقط أصدقائي. يستخدم بلك أب ويزيد أصدقائي من قوة هجومه ومن دفاعه أيضا. حسنا نختار الآن فليم تشارج، الركلة النارية من قبل الأرنب وتقضي عليه. الآن نكتسب بعض نقاط الخبرة بعد أن فقد القرد وعيه. حسنا فلنرى، سيخرج بولتي جيست. حسنا نختار فليم تشارج أصدقائي، نستخدم الركلة الماصة سكر بانش، نستخدم الركلة النارية، لم تقضي عليه ولكن زادت من سرعتنا وضعفت من هجومه ومن دفاعه. سنهجم الركلة النارية مرة أخرى أصدقائي، استخدم أيضا مرة أخرى السكر بانش، اللكمة الماصة.
وهو يفقد وعيه الآن أصدقائي، ونكتسب بعض نقاط الخبرة أيضا. والكلب الكهربائي يتطور لمستوى 44. ننتصر في هذه المعركة، نحصل على 8800 من النقود. يوجد مخيم هنا أصدقائي، حسنا نستمر في التقدم. يوجد هذا الفتى المزعج، سأتحدث إليه إذا يريد القتال أم ماذا. لا يريد القتال، حسنا. أين نحن الآن على الخريطة؟ قلنا لازم نروح على الهامرلوك. هامرلوك من هنا، حسنا. فلنرى إذا يوجد شيء ما هنا أصدقائي. أعتقد أن أتينا نحن قبل، مررنا من هذا الطريق من قبل. روت 8 أخذنا، مررنا به سابقا. حسنا، نعود إلى روت 7. نعود ثانية لهامرلوك. يصطدم بنا أحد الدوار البحرية، البوكيمونات البرية عفوا. حسنا أصدقائي، نختار هروب الآن. لم نستطع الهروب. يستخدم الكترو بول، الكرة الكهربائية، تأثيرها قوي علينا أصدقائي ولكن ليس كافي. لقد هربنا بنجاح الآن. نستمر في التقدم إلى مدينة هامرلوك. ها هو الجسر. أعتقد أننا وصلنا إلى مدينة هامرلوك الآن. نحن الآن في هامرلوك أصدقائي، في المكان المطلوب منا الوصول إليه. حسنا، نذهب ونعالج بوكيموناتنا عند الممرض الجوي في البوكيمون سنتر. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن تظهر لكم جميع الفيديوهات الجديدة أول بأول، ولا تفوتوا أي حلقة من الحلقات أصدقائي على القناة، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات. حسنا هذا رائع أصدقائي، تم علاج جميع البوكيمونات. ونختار حفظ أيضا، نحن بالتأكيد نحفظ العملية. تم حفظ العملية بنجاح، ونتقدم أصدقائي إلى مدينة هامرلوك. نحن الآن في مدينة هامرلوك، ولكن لا أدري ماذا يريد. نختار الخريطة، خريطة المدينة. هو أيضا يقول لنا أن نذهب إلى هامرلوك. نعود إلى هنا. ها هو ليون هنا، وسونيا، وهوب أيضا. قل لنا أوفر هير، هنا، إلى هنا جيمز ماستر. أنا لم أتوقع أقل من هذا منك ومن تشاريزارد ليون. حسنا، سونيا تتحدث بفخر عن ليون وتشاريزارد الخاص به. ويوجد شخص ما وجاء، إنها البروفيسورة جدة جران ناميغنوليا. ماغنوليا تقول هو يريد تتحدث أعتقد عن شيرمان، إنه يريد أن يعرف كل شيء عن الضوء الأحمر وعلاقة الديناماكس بفينيمون. هل شيرمان يعرف أي شيء؟ لا شيء يستحق وقتي. شيرمان يحاول تجاوز المستقبل بالطاقة تأكيد، ولكن حسنا الكلام كثير، سيكون من المزعج الخوض فيه. نستمر في التقدم أصدقائي إلى المعركة التالية، أو المهمة التالية، الوسام الثامن. طبيعي ناتشر اللي بتقول. حسنا، تريد مساعدتنا البروفيسورة ماغنوليا اللي هي جدة سونيا. ها هو ليون يخرج من هان، وهوب أيضا يذهب أيضا. يبقى فقط لاعبنا هنا أصدقائي. الآن ماذا علينا أن نفعل؟ كونتينيو، استمر إلى نادي الرياضي في التحدي. ونرى ماذا يقول. هامرلوك ستوديوم، يجب أن ندخل الهامرلوك ستوديوم الآن. حسنا، نتقدم إلى الأمام أصدقائي. ندخل النادي الرياضي في استوديوم هامرلوك. حسنا، نحن نتقدم الآن.
حد سلاح أحدهم هنا ويطلب منا أن نلبس الزي الرسمي أصدقائي. ها هو الوسام الثامن، وسام التنين من أهل الدراجون. عسى ماذا الآن؟ ها هو الفتى أصدقائي الخاص بالتنانين، رايهان. حسنا رايهان، أتحدث إلى رايهان الآن ونحاول قتاله في معركة، ولكن لا نتعارك معه الآن. فلنرى ماذا سيحصل أصدقائي. سنواجه هذا اللاعب بداية، مدرب سيباستيان يخرج ليبارو سيلجو. حسنا فلتبدأ المعركة أصدقائي. اختار فايت، نختار سوبر باور، نهجم على سيلجو، نختار ليفستون، نهجم على بليبر. عاصفة الأوراق الحادة، بليبر خارقة جدا لكن لم تقضي عليه للأسف. يهجم هجوم الرياح، تستخدم نبضة التنين، دراغون بولز، تهجم على الديجوز على البوكيمون النباتي، يهجم هجوم السوبر باور، يقضي على سليجو بضربة واحدة، يضعف هجومنا ودفاعنا أيضا بسبب هذا الهجوم. نكتسب بعض نقاط الخبرة، نهجم هجوم الضربات المتتابعة أصدقائي، نهجم مرة أخرى ليف ترنيدو، نهجم ليف ترنيدو على بليبر، بليبر يضيع هجومه، ليف ترنيدو عصار الأوراق الحادة، تم القضاء عليه بنجاح أصدقائي بليبر. وهكذا ننتصر على المدرب الأول سيباستيان، اكتسب بعض نقاط الخبرة وبعض المستويات أيضا. وهكذا ننتصر، نحصل على 4320 من النقود. هل نرى من المدرب التالي؟ كاميليا، هاي كاميليا تأتي الآن. حسنا كاميليا، حسنا نختار حفظ، تم حفظ اللعبة بنجاح. حسنا أصدقائي، هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة بوكيمون سورد، ونستكمل في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.